بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان الانتباه. إيه هو تعريف الانتباه؟ الانتباه عملية معرفية بيتم من خلالها انتقال مثير من عدة مثيرات. فالانتباه أشبه ما يكون بالفلتر، يعني أنا بصفي مثير من مجموعة مثيرات وبنتبه ليه، زي مثلا التركيز على صوت الإسعاف من بين جميع أصوات السيارات في الشارع أثناء القيادة. تعالوا نتعرف مع بعض على خصائص الانتباه، وهم 3 خصائص. أول واحدة، الانتباه عملية انتقائية للمثيرات. التانية، الانتباه عملية إدراكية مبكرة. التالتة، مدى الانتباه. من الخاصية الأولى وهي الانتباه عملية انتقائية للمثيرات، هنلاقي انها تشبه الفلتر زي ما قلنا في الاول، بمعنى ان احنا بننتقي مثير من ما بين عدة مثيرات مختلفة وبنركز على المثير ده، فاحنا بنركز على بعض المثيرات دون البعض الاخر. اما بالنسبة للخاصية التانية وهي الانتباه عملية ادراكية مبكرة، ده لان الانتباه بيقع في مكانة وسط بين الاحساس والادراك، يعني الاحساس وبعد كده الانتباه وبعد كده الادراك. اما لو جينا للخاصية التالتة وهي مدى الانتباه، فهنلاقي ان المقصود بيها هو مقدار ما يمكن أن ينتبه إليه المرء في المرة الواحدة. أحد الباحثين عمل تجربة، جاب حبات فول ورماهم على صينية، وحاول إن هو يحدد عدد حبات الفول اللي يقدر إنه يستوعبها بعينه بنظرة واحدة. لقى إن حبات الفول لما بيزيد عددها عن 8 بيزيد خطأ تقديرها، أقل من 8 بتقدر العين إنها تستوعبها وتحدد بشكل شبه دقيق عدد الحبات. لو جينا نشوف بعض صور الانتباه، هنلاقي ان عندنا 3: تشتت الانتباه، وتوزيع الانتباه، وتركيز الانتباه. تعالوا مع بعض نشوف الصور دي. الصورة الاولى، تشتت الانتباه، ده لما يكون الفرد مشغول في عمل ما، زي مثلا لو بيذاكر وبيتعرض لمثير دخيل زي ضوضاء مفاجئة بتجذب انتباهه، ده بيسمى تشتيت الانتباه او تشتت الانتباه. في الحالة دي في احتمال من 2: إما إن هو يتوقف عن المذاكرة وينتبه إلى المثير الدخيل، أو إن هو يستمر في المذاكرة وما ينتبهش أو ما يهتمش بالمثير الدخيل اللي هو الضوضاء. تأثير الضوضاء كعامل مشتت الانتباه ده بيتوقف على عدة عوامل. أولاً، نوع الضوضاء، فلما تكون الضوضاء متصلة بتكون أقل تأثير من الضوضاء المتقطعة، زي مثلاً ممكن إن أنت تقرأ كتاب وانت راكب قطر والقطر بيعمل صوت، فانت اتعودت على الضوضاء المتصلة وقادر ان انت تركز انتباهك في قراية الكتاب. تاني حاجة، نوع العمل. الأعمال العقلية زي حل مسائل الرياضيات وكده، دي بتكون أكثر قابلية للتأثر بالضوضاء من الأعمال الروتينية، لأن انت بتكون مركز أوي انتباهك في حل المسائل بتاعة الرياضيات، فالضوضاء اللي بتيجي تأثر عليك بيكون ليها تأثير جامد غير لما تكون في عمل روتيني. تالت حاجة، إدراك الفرد للضوضاء. الفرد لما يدرك إن الضوضاء شيء ضروري في العمل، يعني مفيش مهرب منها، ففي الوقت ده بتكون الضوضاء لا تشكل أي مصدر إزعاج ليه، زي العمال اللي بيشتغلوا في المصانع. هو بيشتغل على آلة والآلة دي ليها صوت قوي، وهو لازم يشتغل ولازم ينتج الحاجة المطلوبة منه، فخلاص هو اتعود عليها فبيكمل شغله عادي جدا لأنه اعتاد على الضوضاء دي. رابع حاجة، دوافع الفرد للعمل. الفرد لو كان عنده دافع قوي للعمل يقدر ان هو يشتغل في الضوضاء، بس ده هيحتاج منه جهد اكبر، وده ممكن يؤدي الى الارهاق ويؤدي الى زيادة الاخطاء. لو جينا لصورة تانية من صور الانتباه اللي هي توزيع الانتباه، هنلاقي ان احنا ممكن ان الانسان او الفرد ينتبه الى مثيرين في وقت واحد في الاحوال التالية: اولا، لو كان المثيرين دول مألوفين ومتوقعين، زي مثلا واحد بيسوق وبيسمع موسيقى. تاني شكل، لو كان المثيرين دول بيرتبطوا مع بعض وبيتطلبوا أداء متكامل، زي اللي بيبص على شاشة الكمبيوتر وهو بيكتب على لوحة المفاتيح. تالت حاجة، لو كان المثيرين دول واحد منهم بيتطلب استجابة أوتوماتيكية، زي الشخص اللي بيسوق العربية بتاعته وبيتحدث مع شخص آخر بيجلس بجواره. رابع حاجة، لو كان الشخص بيتحول من مثير إلى آخر بسرعة، زي الشخص اللي بيتكلم مع أكتر من فرد في وقت واحد. النقطة الثالثة من صور الانتباه وهي تركيز الانتباه،
دي لما الفرد بيتعرض لمثيرين وينتبه لواحد فيهم وما ينتبهش للمثير التاني. فهنلاقي ان في الحالة دي في عوامل بتؤدي الى تركيز الانتباه. العوامل دي هي العوامل الموضوعية الخارجية الخاصة بالمثير والعوامل الداخلية الذاتية الخاصة بالشخص. يعني في نقطة تخص المثير دي عوامل خارجية، وفي نقطة تخص الشخص ودي عوامل داخلية ذاتية. تعالوا نتعرف على عوامل تركيز الانتباه. العامل الأول زي ما قلنا العوامل الموضوعية اللي هي الخارجية الخاصة بالمثير، ودي بتتوقف على أولا طبيعة المثير. فهنلاقي مثلا إن الأغنية أكثر إثارة من الكلام العادي. تاني نقطة تغير المثير. المثير المتغير دايما بيكون عملية الجذب بتاعته أكبر للانتباه من المثير المتكرر، زي مثلا الشخص اللي بيدي محاضرة وبيغير من نبرة صوته، فده بيخلي التركيز معاه بيكون أكبر. تالت حاجة موضع المثير. فمثلا هنلاقي إن الصفحة الأولى والأخيرة في الجرائد اليومية دي بتكون أكثر جذب للانتباه من الصفحات الداخلية. النقطة الرابعة حركة المثير. طبعا المثير المتحرك دايما بيكون أكثر لفتا للانتباه من المثير الثابت. خامس نقطة شدة المثير. هنلاقي إن المثير القوي بيلفت الانتباه أكثر من المثير الضعيف، بشرط إنه ما يوصلش للعتبة القصوى. نيجي للنقطة التانية من عوامل تغيير الانتباه، ودي العوامل الداخلية الذاتية الخاصة بالشخص. هنلاقي أول حاجة الدوافع. فالدوافع والميول والحاجات والرغبات كلها بتلعب دور أساسي في توجيه انتباه الشخص. زي مثلا أكتر حاجة بتجذب انتباه واحدة عروسة إنها تدور على فساتين الزفاف. تاني حاجة التأهب والتوقع. فهنلاقي مثلا إن الشخص اللي بينتظر صديقه دايما بيبقى منتبه لصوت الخطوات على السلم. تالت حاجة التعود. المقصود هنا بالتعود إن الإنسان الفرد يتعود على نوعية معينة من المثيرات، زي مثلا أي شخص مصري أو عربي لما بيجي يشوف فيلم أجنبي بيلفت نظره جدا وجملة باللغة العربية. رابع حاجة الراحة والتعب. فطبعا الشخص اللي بيكون مرتاح واخد قسط من الراحة بيكون أكثر انتباها، وكذلك العكس الشخص اللي بيكون متعرض لحالات من التعب والإرهاق ده بيكون أقل انتباه. كده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.